السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نكمل معكم الفتحة ديال العنق ديال هذا الموديل هذا. وبغيت نشكر الأخوات بزاف على التعاليق اللي خلاو ليا، وشكرا لكم على المشاهدة وشكرا على التشجيع. غادي نكمل معكم. بالنسبة للأخوات اللي تيسولوا على الكمالة، فالكمالة غتكملوا بنفس الطريقة. صافي هذاك الشيء اللي وريت لكم، غتبقاو غادي تخدموا حتى تكملوا القياس اللي بغيتو. بالنسبة للأخوات اللي بغاو يكبروها، يعني يا إما تكبروها ديروا في هاد الدريجات عدد كبر بحال في عوض هاد جوج ضربات اللي درت أنا، تهزوها نتوما بثلاثة أو لأربعة، تمشيو تخدموا بنفس الطريقة. بالنسبة للفير غتزيدوا. دابا هنا في الأول هاد الدريجة درنا فيها جوج، نشوف نبين لكم أكثر. بالنسبة لهاد الدريجات هادو، حنا هزينا هاد الدريجات على جوج ضربات، هنا جوج وهنا جوج. نتوما بغيتو تهزو هنا على ثلاثة غتهزو، أولا على ربعة اللي بغيتو. بغيتو أخواتي الموديل الآخر ديال تزيدو هاد الدريجات، يعني غير على جوج أولا على ثلاثة، ولكن تزيدو، يعني كاينين دريجات أخرين. غادي تلقاو هاد الموديل في القناة ديال أم دعاء، حتى هي راه دايرة هاد الموديل بطريقة زوينة وبشرح زوين، عوض ما نديرو غير جوج درجات. دايره هي كتر، ما عرفتش واش دايره ثلاثة او اربعة. المهم الا بغيتوها عرض دخلوا القناة. بغيتو تزيدوا في هاد الدريجات في العدد بنفس الطريقة، عوض ما تخدموا بجوج خدموا بثلاثة. صافي اخواتي غنكمل معكم دابا الفتحة ديال العنق، تتبقاو غادي تخدموا بنفس الطريقة حتى كتوصلوا للقياس اللي نتوما بغيتو تخليوه في الفتحة. انا هنا غنخلي 8 سنتيم غادي نديرو في التنشيب، وسبعة غيبقاو في الفتحة ديال العنق. بالنسبة للقياس أخواتي ديال الفتحة ديال العنق راه تيبقى يتغير على حساب الدورة ديال العنق. إلا كانت الدورة ديال العنق مفصلة كبيرة فراه تخليوه غير ستة غير خمسة، كاين شي مرة حتى ربعة. كانت الدورة ديال العنق ضيقة راه تنخليوه تمنية نخليوه سبعة، المهم على حساب، المهم راه على حساب نتوما اللي كتخدمو أولا كتفصلو ديما. المهم حنا بقينا غاديين بالخدمة حتى وصلنا لهنا. غادي نجيو أخواتي نكملو كيف ما العاده. الطريقه ديالي انا ما كنخرجش الثوب لبرا، كنخليه لداخل. بالنسبه للفتحه ديال العنق ديال الجلابه، ملي تكون عندنا الراندة هكا شويه عريضه كنخلي الثوب لداخل، ما نقطعو ما نخرجو لبرا. صافي نكمل. في الاول كنبداو بهاد الضربه ديال واحد، غادي نخدمها هكا على وجهها بلا ما نخدمها من الداخل، حيت ملي كدور الراندة كيدور غير هذاك شويه بحال هكا، وهذه كتبقى تبان من هنا. صافي غادي نسبقو هذه ديال واحد، هي الاولى غادي نديوها في هاد الفتيحه. بالنسبه للحرير اخواتي راه مبروم على ثلاثه الشعرات البره، غتخدموا بالبره النمره خمسة او لا البره النمره ستة بحال بحال. وبالنسبه لهاد الزواقه راه فيها اربعه الالوان. صافي تنسبقوا هذه ديال واحد، هي الاولى غنديها في الفتحه كامله. غنبدل الخيط، نركب خيط اخر، نجي لاخر ضربه ونركب الحرير، نهز هاد العوينه. صافي ونكمل اخواتي الخدمه ديال هاد العوينه هادي حتى لهنا. غنبقى غادي بنفس الطريقة حتى نوصل لهنا ونرجع لكم. صافي اخواتي انتم انا كملت هاد الضربة هادي ديال واحد حتى لهنا، ودست للجهة اخرى بنفس الطريقة. كنبقى نخدم غير هي ضروري قبل ما تخدم الوسط غادي تحسبوا هاد العوينات. الا شفتوا الفيديو اللي قبل من هذا، احنا طبعنا بالطبعة ديال السيلو وعاد زدنا كنزيدو نحسبو باش ملي طلع لينا هاد الراندة طلع مقادة ما تجي لا فاوتة لا والو. خصوصا بالنسبة للأخوات المبتدئات ضروري طبعو بالستيلو وحسبو. أنا ملي خدمت حسبت هنا جاتني 31 عوينة، وحتى الجهة الأخرى جاتني 31، زعما الحمد لله تطلع الراندة مقادة، ورغم ذلك كنحسب. بالنسبة للثوب ما كنخرجوش لبرا، وبالنسبة للقسمة ديال الراندة كنقسم واحد السنتيم عاد كنقلب. من الاحسن تقسموا تتشوفوا هكا القسمه كيفاش غتجيكم والزواقه كيفاش غتقسم، وديك الساعه قلبوا راندا. وحتى ملي كتحل هكا الفتحه ديال العنق راه ملي كندوروا بحال هكا راه هاد الاول هذا راه ما تيتقلبش في البدايه، داكشي علاش كنخدم انا واحد السنتيم عاد كنكمل، ومنها تشوفوا حتى القسم فين غتجيكم. المهم بالنسبه للاخوات اللي تيديروا هذه الطريقه راه انت ديروها، واللي ما تيديروهاش جربوا. نجيو اخواتي نكملوا الخدمه بنفس الطريقه، نجيو للعوينه الاولى في
هاد الدريجه هادي، غادي نركبوا هاد اللون هذا، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونخدم في هاد جوج عوينات، ها وحده ها جوج. في هاد الدريجات اللي يمكن لكم تزيدوا عوض ما تخدموا جوج تخدموا ثلاثه ولا اربعه الا بغيتوا تجيكم كبر من هاد القياس. صافي نرجع في هاد جوج عوينات ونشد هنا في هاد العوينه الثانيه، نرجع هنا في هاد جوج عوينات ونعاود نرجع حتى تنكملوا هاد العوينات بثلاثه اللي هنا في هاد الدريجه، وهنا تيوليو عندنا ثلاثه. صافي دابا نخدم هاد جوج عوينات، هنا كنعاودو في نفس العوينه ونجي لهاد العوينه الثانيه لهاد الضربه الاخرى، نحاول نزيروها وعاد نجيو لهنا، نشد هنا ونرجع دابا غير في جوجات، واحد ها جوج، نعاود نرجع فيهم. صافي نقطع الخيط نبقى نخدم في هاد الدريجه حتى يوليو عندي هنا ثلاثه العوينات. صافي ملي تيوليو عندنا هنا ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، صافي كنخلي الخيط هنا غنركب نفس اللون وندوز للجهه الاخرى، نجي لهنا العوينه الاولى نشد فيها، نهز هاد العوينه ديال الحرير صافي ونخدم فوق هاد جوج عوينات، نعاود نرجع فيهم، نشد هنا في العوينه الثانيه ونرجع، نبقى نخدم بنفس الطريقه حتى نكمل العوينات بثلاثه. ندوز هنا، هنا تنخدمو في نفس العوينه ونشد في العوينه الثانيه، نزير هاد الخيط اللي لتحت صافي ونجي لهنا، نرجع دابا غير في جوج عوينات بنفس الطريقه اخواتي كيف ما درنا في الجهه الاولى ونرجع. صافي اخواتي ملي تيوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات كنحبسوا الخيط هنا، دابا غادي نقلبوا ونخدموا من الجهه الاخرى، ملي قسمنا دابا نقلبوا. نثبتوا التوب صافي، نجيو دابا الجهه من هاد الجويه، نبداو بهاد الجهه ولا بهادي بحال بحال بالنسبه لهاد الخدمه اخواتي، راه ما كتقلب ما كتغير، كيف هنا كيف هنا. نجي للعوينه الاولى، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد جوج عوينات. صافي بالنسبه لهاد الخدمه ديال هاد الدريجات كنبقاو غادي نفس الطريقه، غادي نوري لكم غير الوسط اللي كيفاش نقسموه. صافي نبقاو نخدمو حتى نكملو هاد العوينات بثلاثة، وتيوليو عندنا هنا ثلاثة العوينات. صافي وندوزو فوق هاد الدريجة الأخرى، هنا كنخدمو في نفس العوينة، غير ردو بالكم أخواتي هنا راه نفس العوينة كنعاودو فيها الخدمة، ونجيو لهاد العوينة الثانية
صافي نجيو لهنا. دابا غنرجع في جوجات، واحد ها جوج نرجع فيهم، نشد هنا في هاد العوينات ونرجع. صافي كنبقى نخدم حتى تيوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات، واحد جوج ثلاثه. صافي ونخليو الخيط هنا وندوزو للجهه الاخرى. غنوريكم غير هاد اللون في الجهه الاخرى صافي، ومن بعد راه غتكملوا عادي اخواتي، ما تيكون لا تغيير لا والو. هاد الخيط اللي الوسط غنخليه حتى من بعد غنوريكم كيفاش تقسموه. صافي نجي لهنا ثاني العوينه الاولى، نجي فوق هاد الدريجه هادي فيها جوج ضربات، واحد ها جوج نرجع فيهم، نشد هنا في العوينه الثانيه ونرجع في هاد جوج عوينات، واحد ها جوج نرجع هنا ونجي فوق هاد العوينه شو اخواتي. راه نفس الطريقه كيف ما خدمنا في هاد الجهه تنخدموا في هاد الجهه. صافي ندوزو هنا فوق هاد جوج عوينات، هنا كنعاودو في نفس العوينه وغنهزو هاد العوينه معانا. صافي ونجي مباشره لهنا كنخدمو فوق هاد الخيط، ضروري نزيرو هاد العقده ديالو. صافي غنرجع دابا غير في جوجات، كيبقاو جوج، ها وحده ها جوج نرجع فيهم، نجي لهنا صافي نقطع هاد الخيط، نعاود نرجع فيهم، نعاود نرجع، نشد هنا ونرجع. صافي نعاود نرجع، واحد جوج ثلاثة. صافي نخلي الخيط هنا. دابا اخواتي راه بنفس الطريقه، بقاو تهزوا في الالوان وتخدموا حتى توصلوا لهنا بنفس الطريقه، ما كاين لا تغيير لا والو. غنجيو دابا الوسط غنوري لكم كيفاش نقسمه. هي راه الا جيتو بغيتو ديو ضربه واحده تجي في الحقيقه هنا تجي مزاح، ما راني جربتها وحليتها. المهم هذه هي الطريقه اللي درت وجات مزيانه. كندوزو غير الحبكه شاده على هذه الخدمه، حقاش هنا كطلع لينا الراندم قاده، غير باش نديو هذا اللون هذا من هنا ويبان لينا مزيان. غنشد هنا نرجع هنا في هاد العوينه هادي، نحبك بحال هكا صافي، ونجي لهاد العوينه نرجع لهنا نحبك ونعاود نشد هنا. صافي كندي غير حبكه شاده على هاد السطر كامل حتى الفوق، كيبقى غادي لينا هاد اللون. شوفوا راني جربت ديال ضربه وحده، كنضرب ضربه من غاليه ولكن جات مزاحمه وما جات زوينه وحليتها. ديروا غير هاد الطريقه راه جات احسن. صافي كنبقاو طالعين بحال هكا بهاد اللون حتى تنكملوا الطلعه كامله. غندوزو للجهه الاخرى غنوري لكم واحد شويه. يا اخواتي راه صعيب باش زعما نخدم فتحه كامله، يعني خاصني ديال الوقت بزاف، والا جا الفيديو طويل بزاف راه بصعوبه باش كندوزو هكا اليوتيوب. غنجي لهنا اولا نشد هنا، هانتوما نشد في هاد العوينه اللي الوسط، نهز هاد العوينه ديال الحرير، ونجي لهاد العوينه نخدم بالحبكه بنفس الطريقه، نرجع لهنا. راه يمكن لكم اخواتي تخدموا الحبكه من هاد الاتجاه تجي مزيانه. صافي ونرجع لهنا، نخلي الخيط الفوق ونرجع لهنا نخدم هاد الضربه. صافي ونجي لهنا، كديو هاد الحبكه كتجي الصراحه احسن، وحتى ملي غادي تبغيو تدرسوا غتجيكم مزيانه. شفتوا اخواتي الطريقه بنفس الطريقه غتبقاو غاديين حتى تكملوا الفتحه كامله.
صافي اخواتي هانتوما هكا تجي الفرقه، تجي على هذا الشكل. من الاحسن نديرو غير هذه الحبكه ديال واحد ما جات زوينه. صافي غادي نكمل اخواتي هذا الشيء وغادي نخلي لكم الصوره. بالنسبه ملي غادي تكملوا الاخر كاع توصلوا لهنا راه كتخدموا غير هذه الدرجه هذه وما تتكملوش هذه صافي باش تسيبوا كيفاش تركبوا القب. غادي نخدم هاد الجهه هذه وغادي نوريها لكم كيفاش جات. انتما اخوات بغيت غير نوري لكم هنا كيفاش غتسدوا الخدمه من هنا. انا بقيت كنخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم. صافي وصلت لهنا بقات لي غير عوينه وحده هنا. الا بقاو لكم جوج غتخدموا بنفس الطريقه، بقاو لكم ثلاثه راه غتجي فيهم ضريجه. انا بقات هنا غير وحده، غادي نوري لكم هنا كيفاش غنخدم فيها. اول حاجه غنخدموا هاد الضريجه اللي كاينه هنا هي الاولى بنفس الطريقه. نشد في العوينه الاولى ونهز هاد جوج عوينات، نعود نرجع فيهم. غير بالنسبه للاخوات المبتدئات ملي كيوصلوا بحال هكا لهنا وتتكون شي ضريجه ما كيعرفوش كيفاش يكملوها. المهم غنكملوا هاد الجهه اللي هنا هي الاولى ثلاثه العوينات، صافي نرجع. دابا غنرجع في هاد السطر كامل، كنرجعوا هنايا في ربعه، هنا كنعاودوا نخدموا في نفس العوينه وكنهزوا هاد العوينه، وهذه هي العوينه اللي بقات ليا غنشد فيها. صافي بحال هكا بنفس الطريقه. غادي نرجع دابا اخواتي غير في جوجات ونعاود نرجع. صافي بحال اللي طلعنا هاد القنيته هادي، غير باش ملي يبدا نازل بحال هكا القب ينزل مقاد. غادي نشد هنا في هاد العوينه اللي في الجنب، صافي نقطع هاد الخيط. بالنسبه لهاد الخيوطه وهاد الشيء راه حاولوا تفينيو الخدمه مزيان باش تبان مزيانه. صافي نعاود نشد هنا في التوب. صافي اخواتي هاكا سدوا الزواقه، غير ضريجه وحده كافيه لحقاش هنا عندنا رانتا معريضاش. اما الا كانت عريضه بزاف راه كنبقاو نديرو في الضريجات. صافي دابا ملي تنبداو منزلين المناقير كنبداو نازل مع هاد العوينات، طيحنا هنا هاد العوينه غير باش يجي هاكا القب نازل. صافي اخواتي هانتوما هادي هي الفتحه ديال العنق، تجي على هاد الشكل. وبالنسبه لهنا هاد اللون هذا راه كملوا الحبكه عاديه. صافي تترجعوا لهنا كطلعوا مع هاد العوينات كاملين حتى كتوصلوا للفوق باش كيبقى هاد اللون غادي مع هاد الراندة هادي، وكتصيبوا حتى كيفاش تخدموا الدرس. كنبقاو غاديين عوينه بعوينه ما كنناقصوا حتى عوينه. نشدوا في هاد العوينه، نرجعوا لهاد الخيط اللي غير ويحد على البرا ونعاود نشدو هنا بنفس الطريقه اخواتي. غنبقى غاديه. المهم راه هذه هي الفتحه ديال العنق، تجي على هذا الشكل. هذه هي الطريقه، راها سهله. صافي دابا راه ملي تنقلبوا للجهه الاخرى تجينا على هذا الشكل. هذه الجهه اللي خدمنا من التحت راه كتقلب كتولي الفوق. هانتوما ملي كتحل هاكا الفتحه ديال العنق راه كتحل بهذا الشكل، يعني التوب من الاحسن يبقى لداخل بلا ما يخرج ويجي لهنا ويجي باين. وهانتوما شفتوا السنتيم اللي خليناه مخدوم على وجهه، هانتوما هو هذا راه ما كيجيش باين. ملي كنحلو هاكا الفتحه ديال العنق راه كيبقى هذا اللون يبان على وجهه. صافي الا نسيت شي حاجه غير تواصلوا معايا في الواتساب نشرحها لكم، اولا شي اخت لا ما عرفاتش هاكا شي حاجه نوريها لها. صافي ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات براندا وباغيه تتعلموا ليها. وشكرا لكم، بالسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.